أن يضرب كفيه التراب، ثم يضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى هكذا، ويمرها على ظهر كفه اليمنى هكذا، فإذا وصل إلى الساعد ضمها رافعا الإبهام، ويسحبها ويمسح بها إلى المرفق، يديرها على المرفق ثم يديرها هكذا ويمسح بها باطن اليد هكذا، حتى إذا وصل إلى هنا مسح بباطن إبهامه اليسرى ظهر إبهامه اليمنى هكذا، ويفعل باليسرى هكذا كذلك، يمسحها بباطن أصابع يده اليمنى هكذا مثل ما فعل في اليمنى، فإذا وصل إلى الساعد ضمها هكذا، ثم أدار على مرفقه ثم هكذا، ثم يمسح ظهر إبهامه اليسرى ببطن إبهامه اليمنى هكذا، ثم يضع يديه إحداهما الأخرى هكذا استحبابا وفي الإبهام هكذا. هذا مستحب لأنه قد مسح الباطن بالباطن، قد مسح، لكن يستحب أن يفعل هكذا.